موضوع النقط مقابل الجنس يعني تابعناه كجمعية أيادي حرة، وتأسفنا بزاف أنه يكون بحال هذا السلوك يعني يمارس في الجامعة اللي هي مكان ديال المعرفة واكتساب يعني الحقوق والنشر يعني العلم. وبالتالي احنا بالنسبه لنا كناخذوهم من زاويتين. الزاويه الاولى هي انه بالنسبه لنا اذا كانت هذه الممارسات حقيقيه كنطالبوا بعقوبات يعني شديده، وبانه نمشيو بعيد في هذه النقط، لان خصنا نوقفوا هذه الظواهر اللي هي كاينه اللي كتحد انه مجموعه ديال الطالبات انهم يكون عندهم حقهم في العلم بحالهم بحال على غرار كافه صديقاتهم ولا اصدقائهم في الجامعه. لانه بالنسبه لنا الطالبه لما يطلب منها يعني من طرف استاذ ديالها شيء من هذا القبيل يحز في النفس، لان هذا الاستاذ هذا نورمالمون راه هو اللي كيأطرها وخصو يكون عنده واحد المستوى معرفي وعلمي اللي غادي هذا ما كنسمحوش به. ولكن من جانب اخر اذا ثبت يعني انه طالبات يمكن يطالبوا في اطار اخر يعني في اطار الابتزاز، يعني الابتزاز كنرفضوه من جميع الجوانب، الابتزاز او التحرش الجنسي ولا غيره، هذا شيء كنعتبره انه كيحد من التطور اللي عرفوا المغرب في هذه المجالات، لا حقوقيا ولا بالنسبه للقوانين. القانون العنف صدر يعني 103/13 في 2018 يعني كان فيه نضال، وبالتالي انه هذا كيرجع بينا اللور. لهذا احنا بالنسبه لنا الورش اللي مفتوح الان ديال القانون الجنائي من خلاله كنحثوا على انه يكون شديد العقوبات كلما ثبت في اطار الشفافيه وفي اطار انه يكون متابعه وفتح تحقيقات، يعني ضروري انه يكون فتح تحقيق، واذا ثبت هذا لابد ان تكون تشديد العقوبه في جميع المجالات. اللي كنتكلم على شديد العقوبه ماشي الاولى هو انه يتم اعاده التكييف القانوني ديال الجرائم، هي التجار في البشر ماشي فقط يعني غير المسائل الاخلاقيه. لا فعلا احنا بالنسبه لنا هذا القانون ديال التجار في البشر اللي كان يعني سنوات وسنوات وحنا كنطلبوا بانه يخرج للوجود، الان كاين هذا القانون ديال التجار في البشر ولكن التفعيل ديالو كنطلبوا انه يكون التفعيل ديالو حقيقي، لانه فعلا هذا نوع من انواع التجار في البشر. هذه القضيه ديال انه الابتزاز او النقاط مقابل الجنس نوع من انواع الابتزاز من التجار، وبالتالي هذا كيف ديال هذا القانون هذا مرتبط اساسا يعني ملي كنطلبوا بتشديد العقوبات وبانه هذا القانون هذا خصنا نحطوا عليه نقط، ولكن اساسا بالنسبه لنا نرجعوا للقيم اللي كانت سائده في داخل الجامعه، وان هذا الشيء كله كنربطوا بالتربيه. لان لماذا اقول التربيه؟ بالنسبه لنا احنا مشكل ديال التربيه الجنسيه، مشكل ديال التربيه من الاساس ضروري انه يكون في صفوف التلميذات والتلاميذ يعني التلاميذ حتى في الاعدادي، وهذا باش الانسان يعرف انه جسدي حقي. وبالتالي كنرفضوا لانه انا اللي عجبني في الظاهره هو انه يجب كسر هذا جدار الصمت. بعض الاحيان تيكون هذا الصمت يعني كيكون مرتبط بمجموعه ديال التاثيرات النفسيه يعني كتؤدي الى انه الانسان اما كينطوي يعني الطالبه كتنطوي على نفسها، او انها كتبتعد على المجال العلمي رغم انها متفوقه، او انها تدخل في مسائل ديال الاكتئاب. يعني حنا كنرفضوهم هذا الجانب هذا، وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا بانه هذا المجال ديال العلم راه خص الكفاءه. عندما نتحدث عن الكفاءه الطالبه ولا الطالب اللي يكون كفء هو اللي يفتح له المجال، ماشي في مجالات اخرى او في اطارات اخرى، من اجل انه هذا كن على يقين حتى اذا حصل يعني وكانت هذه المساله كيكون على حساب طلبه اخرين هم متفوقين، يعني حقهم في الكوطه اللي كاينه يمكن غادي تاخذها وحده اخرى. لانها لهذا هذه المساله هذه خصنا ناخذوها من الجانبين، الجانب ديال التربيه، الجانب ديال التاطير ديال الجامعات ديالنا الحقيقي، والجانب انه احنا باحترامنا لهذه القدسيه ديال المؤسسات الجامعيه لابد ان الاساتذه، احنا باحترامنا حتى الاساتذه، انا قريت في الجامعه وكنعرفوا انه باش ما يوليش عاوتاني اي استاذ متهم او انه يبتز. يعني احنا بغينا ان هذا الملف كما قال الوزير كما قالوا الناس المسؤولين انه يتفتح هذه الملفات هذه يكون فيها يعني الشفافيه، واذا ثبت يعني يكون شديد العقوبات، ولكن ما يوليش تمييع ديال الجميع، احنا خايفين ان الجامعه تمييع. هذا هو السؤال سيدي، هو انه كيف ممكن انه نحافظوا حتى على الصوره والسمعه ديال الجامعه من هذو الحالات كيبقاو قله، ولكن فرضوا انهم يعالجون ولكن حتى الجامعه ما نضروش بالصوره ديالها. هذا السؤال اللي كنعتبره الاخ منير مهم جدا، لانه احنا بالنسبه لنا الجامعه راه كتخرج لنا طلبه، كتخرج لنا اطر المستقبل، وبالتالي الا كان هذه الجامعه غنبداو نشوفوا فيها، لانه هذا من واحد الجانب انه خص تعرف انه مجموعه ديال الاسره تقول لك انا بنتي غتوصل الجامعه اذا ستتعرض الى الابتزاز الجنسي اذا لا داعي لها تستمر، في حين كان عندنا كنعرفوا انه عدد ديال الطالبات اللي كينجحوا اكثر من عدد ديال الطلبه يعني الذكور، وكيكون عندهم معدلات مهمه جدا. هذا كيحتم على انه ضروري انه الجامعه تبقى لها القدسيه ديالها وتبقى
تبقى لها المهام ديالها عندما طلبنا بالشفافيه فتح الملفات باش ما يكونش بعض الحالات تؤثر على الجامعات في المغرب كامل وحتى بالنسبه للخارج كيفاش كيشوفوا فينا، لانه حنا اتصلوا بنا بزاف تيقول لك كيف يعقل انه الجامعه اللي الاطار ديال المعرفه ونشر يعني الحقوق وغيره تكون مكان ديال الابتزاز الجنسي. اذا هذه بعض الحالات اللي وقعت يعني جيد جدا انه يعني تم كسر هذا جدار الصمت باش نقطعوا مع هذه الممارسات، وحنا في هذا الاطار كنطلبوا من المسؤولين انه تكون الشفافيه ويكون انه تشديد العقوبات وايضا احترام يعني المؤسسه الجامعيه تبقى عندها ديك القدسيه والهاله لانه اطار ديال نشر المعرفه والحقوق.